أي نموذج تنموي هو الإنسان، أن أي نموذج تنموي اللي ما يحملش في بغرق عينه كما كنقولوا الناس والمواطنين والمواطنات هو نموذج تنموي لن ينجح. المغرب شهد برنامج تنموية كثيرة، نجح في الكثير من البرامج، لم ينجح في برامج أخرى، ولكن أعتقد بأن حان الوقت ليكون عندنا واحد النموذج التنموي يقطع مع مجموعة الممارسات التي أضرت بصورة بلدنا. حقيقة أنا ما بقاش عندي ما نقول كثير باعتبار المتدخل الأخير باعتبار الصديق رضا الشامي تناول جزء كبير من الهم ديال الجماعة الترابية. أنا نعطي إشارات بأن الأكاديميين عندهم مداخلة جيدة فيما يخص التنمية الترابية. أنا أعتقد أولاً يجب الاستثمار في الحد الأقصى للمنظومة القانونية لإعتقاد الجماعات المحلية. القانون والدستور بوأ الجماعات الترابية مرتبة هامة لم تأخذ لحد الآن ولو حي صغير منها، وبالتالي يجب استثمار هذه المنظومة القانونية بشكل جيد. ثانياً أعتقد أن أي نموذج ثالثاً تنشيط الآليات الخاصة بالوساطة والديمقراطية التشاركية هي آليات أعطاها الدستور أبواب كثيرة وفصول كثيرة أهمية لا زالت تراوح مكانها في المغرب. يجب تنشيط هذه الآليات الخاصة بالوساطة والديمقراطية التشاركية. رابعاً الإسراع بنقل الاختصاصات والإمكانيات للجهات، أقول الإمكانيات لأن الاختصاصات الحمد لله هي موجودة عند الجهات، ولكن ما يتم رصده للجهات من إمكانيات مادية لا يوازي الاختصاصات اللي أعطاها المشرع، وبالتالي يمكن للجهات أن تجيب على الحاجيات ديال الأقاليم ديال المدن العالم القروي والعالم الحضاري. خامساً اعتماد، أعتقد أن الاختيار النهائي للدولة باعتبار نظام ديال الجهوية كتدبير كنموذج للتدبير يجعل من اعتماد نموذج تنموي ذو بعد جهوي. عملنا نموذج تنموي وطني وعملنا نموذج ديال تنمية أقاليم الصحراوية، أعتقد هو نموذج جيد. يجب اعتماد المقاربة الجهوية في إعداد نموذج التنموي الجديد. سادسا الحكمة ورفع المسؤولية بمحاسبة. لم يعد ممكنا في المغرب اليوم الابتعاد عن الحكمة وجعل الناس تتصرف كأنها تعيش في دولة ما فيهاش القانون. ربط المسؤولية بمحاسبة هو ما سيعيد الأمل للمغاربة الشباب والشابات في الفعل السياسي، في العمل السياسي، في الثقة في المؤسسات. هضرت كنت باغي نتكلم ونطيل في النظام ديال تمويل الجماعات المحلية. أعتقد السيد الرئيس حسم بجوج نقاط. الجماعة الترابية عندها اختصاصات كثيرة، مصادر التمويل ديالها ضعيفة، والجماعة الترابية كتعطيها الدولة عند الضرائب الصعبة ديال التحصيل. الضرائب السهلة كتجمع الدولة، الضرائب الصعبة التحصيل كتقول للجماعة الترابية. حنا في جماعة العرائش لا نتعدى التحصيل ديال الضرائب ديالنا 40% حتى 50% في أحسن الأحوال، أن كاين صعوبة تحصيل الضرائب. مايمكنش الجماعات هي اللي تمشي تتصاطح مع المواطنين، خصها الدولة تتصاطح شوية مع المواطنين ويعطيونا شوية الضرائب اللي يمكن نعيش المخططات ديال التنمية اللي عملت الجماعة. برنامج عمل الجماعة كان تجربة جيدة في الجماعات المحلية، ولكن ضعف آلية التمويل جعلت عدد كبير من الجماعات لا تستطيع الإكمال ديالها. دعم الموارد البشرية بالجماعات، الكل يعرف بأن وزارة الداخلية استضيفت لأكثر من 10 سنوات الجماعات المحلية. أصبحت الجماعات المحلية تعاني من لبس يسقل معه كل شيء شيخ أخر، ولكن الكبار السن ديال الأطر والموظفين والمهندسين والمهندسات والموظفين الجماعة يحتاجوا عليها، ولكن أشهر موظفين جماعة العرائش يقومون بعمل جيد بالنسبة لهذاك، ولكن هما كيعرفوا بأنهم يعانون نقص حد في الأطر البشرية ديال الجماعات، وبالتالي هذا الباب يجب إعادة فتحه يمكن بعقلانية بحكمة. ولكن الجماعة الترابية تستاهل الآن الدور اللي عطاها المشرع، تكون عندها آلية ديال التوظيف، يكون عندها موارد بشرية جيدة. الجماعة الترابية هي في صميم أو في قلب النموذج التنموي.